أظهر لنا يا رب برك بفيض نعمتك وغزالة رحمتك، وليعلن بنا خلاصك للبشرية جمعا، ونرفع لك المجد ولابنك الوحيد ولروحك الحي القدوس الشعب فلسطين والعالم شبح صديق المريض على ترد باسمين ويدخلونه لبثلت مريم يلقى Oh,
والمرهوم تشريحه وعليه الرحمة والعلمين. آمين. يا إخوتي، فالشكر لله بيسوع المسيح ربنا. فأنا إذا بالعقل عبد لشريعة الله، وبكوني إنسانا جسديا عبد لشريعة الخطيئة. إذا فلا حكم بالهلاك بعد الآن على الذين هم في المسيح يسوع، لأن شريعة روح الحياة في المسيح يسوع قد حررتني من شريعة الخطيئة والموت. فإن ما عجزت عنه الشريعة وقد أضعفها الجسد أنجزه الله حين أرسل ابنه في جسد يشبه جسد الخطيئة تكفيرا للخطيئة، فقضى في الجسد على الخطيئة لكي يتم بر الشريعة فينا نحن السالكين لا بحسب الإنسان الجسدي بل بحسب الروح، لأن السالكين بحسب الإنسان الجسدي يرغبون فيما هو للجسد، والسالكين بحسب الروح يرغبون فيما هو للروح. فرغبة الجسد موت، أما رغبة الروح فحياة وسلام. لذلك فرغبة الإنسان الجسدي عداوة لله، لأنها لا تخضع لشريعة الله ولا تستطيع ذلك. وإن السالكين بحسب الإنسان الجسدي لا يستطيعون أن يرضوا الله. أما أنتم فلستم أناسا جسديين بل روحيون، إن كان حقا روح الله ساكنا فيكم. ولكن من ليس له روح المسيح ليس هو للمسيح. أما إذا كان المسيح فيكم فبروح أن الجسد ميت بسبب الخطيئة فالروح حياة لكم بفضل البر. وإذا كان روح الله الذي أقام يسوع من بين الأموات ساكنا فيكم، فالذي أقام المسيح من بين الأموات يحيي أيضا أجسادكم المائتة بروحه الساكن فيكم فارحمون. Yeah.
Thank you.
أن نكون معكم في هذه الكنيسة المقدسة لمار يعقوب النصيبيني ومعي أصحاب السيادة المقارنة والخوارنة والكهنة. وطبعا أوجه قبل كل شيء كلمة شكر لنيافة صاحب النيافة مار يوليوس عبد الأحد شابو راعي هذه الأبرشية المباركة الذي هيأ لنا أن نلتقي في كنيسته ونحتفل بالذبيحة الإلهية، وهو معنا ممثل من قبل سيادة الأرخبيسقف أفرام لحجو النائب العام للأبرشية. أطلب من الرب بجاه هذا العيد المبارك، عيد قيامته المجيدة، أن نبقى دوما متوجهين نحو السماء كي ننشد الوحدة بالمحبة وبمشاعر الأخوة الحقيقية، لأننا نحن السريان أرثوذكس وكاثوليك، نحن كنيسة واحدة لنا تراث حضاري روحي واحد، لغة سريانية واحدة، وشاركنا في الشهادة والاستشهاد على مدى القصور. واليوم أنتم موجودون في هذا البلد المضياف، نشكره تعالى لأنكم استطعتم أن تستقروا في هذا البلد الذي يعطيكم حقوقكم ويؤمن لكم الحياة الكريمة، إن كان لكم وإن كان لأولادكم صغارا وشبابا وبناتا. سمعنا من رسالة بولس إلى الرومانيين يتكلم رسول الأمم على دعوتنا لكي دائما نعيش بالروح بالإيمان الحقيقي ولا نتمسك فقط بالمظاهر التي تعود إلى الشريعة أو الناموس. وأيضا استمعنا إلى الإنجيل المقدس ليوحنا، وفيه نتذكر الرؤيا الثالثة أو الظهور الثالث للرب يسوع القائم من بين الأموات لتلاميذه، وكان هذا الظهور على بحيرة طبرية. ما يجعلنا نتأمل بهذا الحدث الرائع جدا أن يوحنا التلميذ الحبيب عرف أن الشخص الموجود على الشط هو الرب المعلم، وأن يسوع أراد أن يثبت هؤلاء التلاميذ ويصبحوا صيادي للناس، أي يكرزوا بالإنجيل لكي يخلص الجميع. أيها المباركون، أنتم الذين تشتركون معنا في هذه الذبيحة الإلهية من رعية مار يوسف التي يخدمها أبونا عمار، والتي هي بكل معنى الكلمة عم سير في طريق الرب منذ سنوات، وهي الرعية الثانية لنا في السويد، كذلك رعية إسيا مار إسيا الحكيم الذي يخدمها الأب بول، وهو طبيعي رعية ناشئة. الرعيتان تمثلان لنا الكنيسة السريانية التي تجمع ولا تفرق. نعم هناك التنافس، قد يكون هناك اختلاف في بعض الآراء الإدارية التنظيمية، ولكن الروح هو الذي يجمعنا،
ونحن نحثكم أيها المباركون أن تلتقوا دائما بالمحبة بالاحترام المتبادل كي تكتشفوا الطرق الأفضل لتقدم رعاياكم. نطلب من الرب بشفاعة أمنا مريم العذراء في هذا بدء الشهر المريمي شهر أيار، بشفاعة القديس مار يوسف ومار إسيا الحكيم جميع القديسين والقديسات، أن تكونوا دوما العائلة الروحية التي تشهد للرب يسوع القائم من بين الأموات وتنشر حولها الفرح المحبة والسلام. آمين. المسيح ربنا وفادينا إشراق الآب الأزلي الذي باتضاعه عظم المتواضعين وبموته أحيا الميتين وبقيامته أقام الراقدين وبانبعاثه فرح المكتئبين، له نسجد وإياه نسبح في عيد قيامته المجيدة وفي كل الأعياد التي ينعم بها علينا الصالح، له كل الإكرام والمجد أشرق الأسباب والعالم علمه. Amen.
فلقد حسنا والمصلي قائلين نؤمن بإله واحد Oh,
Oh,
Oh.
الخطيئة، وهو ربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد المبرر العظيم لجنسنا الذي نرجو أن ننال به الرحمة والصفحة عن خطايانا وخطاياه. أنيح حاسي واشكو قال واشمع ثديل ندلهون إلين دحطين دو ميك تصبيون ودو صبيون بذاتو ودلو بذاتو. ونذكر الآن خاصة والدة الله مريم العذراء القديسة دائما بتولية والرسل الإلهي والأنبياء القديسين والشهداء الآخرين وجميع القديسين الذين أرضوا لتحفظنا صلواتهم وتضرعاتهم من الشرير، وننال الرحمة في العالمين كي يسبح بهذا كما في كل أمر ويمدح كثيرا اسمك الكريم والمبارك واسم ربنا يسوع المسيح وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الأبدين. لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم إخوتنا وأخواتنا إلى الأبد. بشهادة ضمير الخالصة
ونصلي يا مرشدي أبونا المسيح مايو إنت قادة الشموع كيف ملكوته مهوي صبيانه أيك ندب الشمايو أهلنا الآن لنتناولك قربانك
المقدس الذي أكلناه ودمك المبرر الذي شربناه لنا للدينونة بل لحياة الأبد وخلاصنا جميعا فارحمنا. أخوتي أخواتي أحباء، سيدنا هذا في عمد الاحتفال شعبيك لنا نبلش بتطواف المريم، فإذا ممكن نطور فينا حتى نستعد إلى هذا التطواف. ترى إذا ممكن نحضروا طلب الدعاء. Amen.
الساليبين ونرحب بسيدنا بطرك بوفد الساده الاساقفه باباء الكهنه بكل الحضور. اكيد من احلى شيء عملنا مريم مصنع وهي بتجمع ويمكن شاءت الاراده الالهيه انه بعد 6 سنين نحن صرنا كساليب مارسيل حكيم وساليب مارسيل صرنا عده سنوات انه قمنا العذراء تجمعنا لاول مره احتفال مشترك. كانت فكرة كثير سريعة خلال يمكن أقل من 10 دقائق أبونا حبيب يمكن تقريبا تدخلنا هذا البروجرام وسيدنا يسوع سودرتالية وخلال وقت كثير سريع نشكر ربنا إن كان الكورال إن كان للشمامسة إن كان للشبيلة والتنظيم كثير مبسوط اليوم وأكيد سيدنا كمان فرحان زائر الرسولي أستاذ الأساقفة إنه مثل ما بيقولوا بالعربي اللبيب من الإشارة يفهم. قبل ما تطلب هذا الشيء يا سيدنا نشكر ربنا بهمة أمونا عمار بتعاون كل الراعيتين بلشنا هذا المشروع إنه نبلش يكون عنا أشياء مشتركة وما راح تكون النهاية وإنما بداية حتى دائما نجمع مع بعضنا وخاصة تحت سقف الكنيسة بالأخير مثل ما قال سيدنا نحن كنيسة واحدة رعية واحدة طقس واحد كل شيء بيناتنا هو مشترك. فهي فرحة كثير كبيرة لي شخصية وأكيد لكل أبناء الرعية اليوم المجموعين لحتى ناخذ بركتكم سيدنا وبحضوركم أنتم الرأس والأب والراعي. بخبروا كمان بشغلة كثير بسيطة بدنا نقدمها كإرساليتين كل شيء قلناه اليوم بالصينية وكمان إذا حدا بيحب يضيف فيه يتواصل مع شماس سعد أو سيد سمير خابوط لحتى نقدم كل هذا المبلغ لمشاريع سيدنا الخيرية. بتعرفوا شغلنا المتألم اللي عم يمر بهالأزمات فرح نقدم من الرعيتين هدية عرضوه محبة وكمان بتكون سند لأهالينا وأخوتنا في الشرق الأوسط اللي عم يتألموا. فكمان نتمنى تقبل هديتنا سيدنا والله يقوي وبارك. هلا بس بالنسبة هلا للخروج مثل ما قلت قبل شوي سيدنا في عنده احتفال ثاني بكنيستنا بأكالا فبدنا نتعاون مع بعض. اللي بده يروح مباشرة عنده أيسر بده يطلع من الأبواب الجانبية. اللي بده يسلم على سيدنا أستاذ الأساقفة وياكم البركة بدنا نطلع من الوسط وبنروح لهونيك بنسلم على سيدنا وبنطلع برا الكنيسة. رجاء 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 بدون صور لأن وقتنا كثير ضيق. نشكر سيدنا انه اعطانا من وقته ليزورنا هون بسودرتالية. فإذا ممكن نطلع بهدوء بدون نتعاون مع الشبيبة وبدون صور لحتى نطلع مباشرة للقداس كما في عملنا هلا بعد ربع ساعة في الكنيسة. بارك الله سيدنا. انضوا احبائنا بسلام الرب وفرحه ونحن نستودعكم نعمة الثالوث لأن نسمع الزاد والبركات التي أخذتموها من مذبح الرب المبرر. البعيدين والقريبين الأحياء والأموات مخلصين بصليب الرب الغالب والموسومين بوسم العماد المقدس ليغفر الثالوث الأقداس ذنوبكم وليصفع عن زلاتكم ليشفي مرضاكم وليرح نفوس موتاكم وليا ربنا نحن الخطا ولتعنا صلواتكم. امضوا فرحين بالرب يسوع وصلوا لاجلنا. وريا اعداد القران اعداد الصعوبه Thank you.
أبونا عمار وين؟ تفضلوا أبونا عمار تفضل وقعد معنا تفضل يلا سيدنا من بعيد أنا بالشريك بارك الله فيكم يسلم ويسلم يعطيكم العافية بارك الله فيكم يا هلا هلا يلا يلا مروا ما حدا يحكي مع حدا بعدين حكوا معه بعد الله يرضى عليك تفضل ما في حكي خاص يا هلا الله خليك يا الله خليك يا الله
Thank you.
شغلة بالرعية بعرف ليه بس مو البارك علاقة بالرعية طار ليش تعملش بالنسة حلوة لو شوفي 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 شو